المتهم للمرة الثانية يطبق منهج الفرار، أنه بغى يهرب من الجلد ديالو من المحاكمة. يقول لا أريد سماع مرافعات دفاع المطالبين بحق المدني، وكنقول الموقع ديالكم موقر محترم. الدفاع ديالنا لم يهن المتهم ولم ينس كرامته، وكيشرح التجارة في البشر باعتباره أفعال وحشية قذرة حقيرة مهينة لا إنسانية. كيفاش غنشرح في التجارة في البشر؟ واش غنقولوا فيه الإنساني نبيل؟ مجرد ما كتقول أفعال وحشية كيتقلق. هذا متهم فوق القانون سوبرمان، باغي مرافعات على مقاسه، باغي الدفاع المطالب حق المدني، ما يعرفش الجريمة، ما يشرحش تفاصيلها وأركانها، باغي يقول أن سلوك نبيل عاد يرتاح. واش بالله عليكم عمركم سمعتوا في تاريخ المغرب ان متهم يحدد كيف يرافع الدفاع؟ هذا السيد الرئيس يرافع خارج الموضوع، وهذا يقول شيء غير صحيح. باي حق لك هذا؟ هذا راه العبث. قلنا السيد الرئيس ما عندوش حق قاطع. دابا الجلسه الاولى شنو قال السيد الرئيس؟ انا انسحب حضاره واراد الانسحاب. رقم جوج وصل الجيول مابغاش يطلع، ارفض الحضور. اليوم رقم ثلاثه شنو؟ ارفض الحضور. لا ما نرفض الحضور وعدم اعتذار في المحكمه واهانه المحكمه واهانه الضحايا. قلنا المحكمه كفاءه، هذه محاكمه حضوريه من النظام العام، خاص المحكمه تطبق القانون وحقوق الدفاع من النظام العام، ما يمكنش المحكمه تنزل عليها، خاصو يحضر بالقوه العموميه، يحضر والتمسنا يحضروا بالقوه العموميه. الرئيس في الاول وجه له انذار، ما بغاش يستجب الانذار. دابا الرئيس المحكمة الدولات وبناء على بناء المتمس ديالنا احضار القوى العمية، بناء على متمس النيابة العامة، قررت المحكمة الأمر بإحضاره بالقوى العمومية كفالة الحق الدفاع. وحنا لما غيدخل غنلتمسوا وضعوا في قفص زجاجي، لأن هذا متهم ولا خطر على الدفاع. إلا كنا في جلسات سابقة كنطالبوا حماية الضحايا، وين خصنا نطالبوا اليوم حماية المحامين؟ لأن فيما كدير شي مرافعة كتور الثائرة ديالو. لماذا حينما ارتكبت الجريمه لم تتر تائرتك؟ هو كيعتبر فوق القانون، عنده شي سلطه خصو يعنف. لاحظي راه عنف الضحايا ماشي غير الاستغلال الجنسي، لا الضرب، واحد الضحيه ضربها، ها هو اليوم ضرب محامي، اش كيدير؟ هذه عقليه مريضه.